وتتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين ويجب الابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء ويجب التحلي بروح وطنية عالية جامعة فألف يوم من الحوار الهادئ خير من اللحظة تسلك فيها نقطة دم عراقي أدعو الجميع للتحلي بالهدوء والصبر والعقلانيه، وعدم الانجرار الى التصادم، المواطنين الى عدم الاصطدام مع القوى الامنيه، واحترام مؤسسات الدوله. يجب ان نتعاون جميعا، لنوقف من يسرع هذه الفتنه، والكل يجب ان يعلم جيدا ان نار الفتنه ستحرق الجميع. ان الظرف صعب جدا. وهذه حقيقه مره مع الاسف الشديد. وعلينا ان نتعاون ونتكاتف جميعا حتى لا ندفع بانفسنا الى الهاويه. علينا ان نحكم عقولنا، ضمائرنا، وجداننا ونلتف حول العراق والعراقيين لا حول المصالح الضيقه. الجميع.. يتحمل المسؤولية أحزاب وطبقة سياسية وقوى اجتماعية وسائر المؤثرين علينا أن نقولها نعم الجميع يتحمل المسؤولية وعلى الجميع أن يتصرف وفق قواعد الحكمة والبصيرة من أجل العراق حتى لا نخسر مجدداً العراق أمانة فلا نخسر هذه الأمانة هذه الكلمه اقولها بصدق واسمع ما يقال في السر والعلم ونحن صادقون ولكن نامل من غيرنا ان يتحلى بالصدق هذه المره لاجل العراق والعراقيين سنتحمل المسؤوليه وحاضرون لنفعل اي شيء من اجل العراق ودون تردد المعضله السياسيه وحلها سياسي، والحل ممكن عبر الحوار الصادق البناء، وتقديم التنازلات من اجل العراق والعراقيين. في العراق ما يكفي من العقلاء والرجال، ولكن حذاري حذاري من استمرار التشنج السياسي، حتى لا تنفجر الغام، سعينا طوال العامين الماضيين في تفكيكها بهدوء عشتم عشتم معاش العراق وطنا لنا ولابنائنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته